عمار ويوسف من بين كبار السن اللذان يعملان في مزرعة نموذجية في إحدى القرى في أم البواقي. كبر سنهما لم يمنحهما من مزاولة عملهما الشاق. المزيد في هذا الروبورتاج. رجلها مليح باه لنا نتكلوا على ربي. نقوموا بها كما ينبغي ان شاء الله. انا ما فرطوش. وانت الله رد بالك على قد ما تقدر. لا خاصك مفتاح قول لي. خويا هذه قصدت الفتح عليك. ها من فتح. اخدم بهم ومن بعد جيبهم. ما تقلق روحك ما والو، كاش ما يخصك عيط برك. راهو كلش قدامنا. أنا راني نسكن في القرية تاع بير طنجة تابعة بلدي سيقوس، كاينة 5 كيلو من سيقوس الفيرما. ثورت الطوموبيل تاعي نعبد لسيقوس، نهزج مع أصحابي 3 ولا 4 اللي معايا، نهزهم نطلح معايا الفيرما نخدمو، نلحق اللاتولي، نحل لاتولي، نلبس قشي، نعدي نهز البومبة تاع لاكريس، نقرسي، نخلص لاكريس. نولي نزيد نولي نشوف الزيت نتاعي تاع الموتور، لا ناقص نزيد له ولا كان عاد نورمال نخليه. خاوه كي تقول لي خاوه، راه حنا خاوه، حنا لهنايا اليوم عمر ويسوق في الماشينه، غدوه نحتاجوا تراكتور نعيطوا لعمر ركبوه في التراكتور. نحتاجو باش يروح يزرع يروح يزرع. الشي اللي راهو نحتاجوه راه وين نبعثوه يروح. أنا في عمري 70 سنة. وهنايا في هالفلاحة هذه وفي هذا الغلم هذه وقايمين والحمد لله، واليوم راني عدت بولا 70 سنة، راني نكابر كيما طفل صغير. راني إن شاء الله ونقاوم ما دام عطاني ربي صحتي، نقاوم حتى للثمانينات. نهار نكمل الثمانينات تماك صحتي فارغ ربي العالمين، يكونوا مواليها آخرين ثاني ندربوهم يتعلموا عليها، ما يخليوهاش كذاك. لازم كيما قمنا بها احنا في الأول يقوموا بها في الأخر، ما يخليوهاش تهمل خلاص نهائيا. هذو راهم لاباس بهم والحمد لله. راهي كي تخص حاجه عندنا المكسيان هو يجي هنا يصلحها بدقيقه ساعه تمشي تلو تخدم، ما تبقاش حابسه. ما عندناش لامبان بربي ان شاء الله خلاص. راهو عندنا مكسيان قايم بينا من حاجة اللي تخص يجي يقول لازم نسقدها، ما يجيبوش واحد اخر. رانا قايمين والحمد لله، راكم تشوفوا فيها هاي هنا رانا نصلحوا فيها رور ما دروك هاي تسويت تجي تركب. هالمزرعة هذه ما دامنا ناكلوا بها الخبز راهي تاعنا، احنا قاعدين نخدموا فيها ولازم نحافظوا عليها. عمر يسمى هو عمر دوكا لو كان كي تحبسوا المشي هي عيط لي بالتليفون نروح ليه. القيلة رانا كي تعود قيلة لازم نحبسوا شوية على السخانة على لا تخافوا من النار، لازم ما نديوش خدمة كل على الأقل نربوا زي الماش لساعتين ولا ساعة ونص ونزيدوا نثوروا حتى الخمسة تاع العشية. انا راني خدمت عندي بزاف وانا لهنا نخدم هنا لي ميكانيسيان. انا هو لي ميكانيسيان تاع المزرعه هذه دروك تقريبا من 76 حتى اليوم هذا. رجلها مليح باه لنا نتكلوا على ربي.
ما نبقاوش عاطلين. انت عليك منا الميكانيك وحنا علينا برا الشوفران لازمنا نلمو ان شاء الله. الصباح لازمنا الستة نتلاقاو لهنا يوسف وسمو باه نجلسيو وننفضوا السترلات نتاعنا وننفضوا السيارة نتاعنا باه ما الحب ما يصيح الناس وما يبقاش على برا. لازم نوقفوا كل ما بعضنا مع بعضنا ما نخليوش الدنيا تعمل. وانا راني من 76 اليومي هذا في هذا الماتريال هذا تاع الفلاحه فلاح فيها في الماشينه في التراكتور نميل نحرث نكوفر نزرع ندير المونيترات ندير الدواء معنا المدير ونايب المدير يسمهم اللي واقفين معنا يمدونا الحوايج نخدموهم ما قايمين بينا وحنا نقوموا بالاراضي هذه. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.